اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال الطقس بربوع المملكه لنهار اليوم السبت. غادي تبقى الاجواء حاره في الجنوب الشرقي للبلاد وشرق الاقاليم الجنوبيه، بينما غادي يكون الطقس رطب بالساحل الاطلسي مع تشكل سحب منخفضه كثيفه بالقرب من سواحل الوسطى خلال الصباح. بالنسبه للرياح غادي تهب معتدله من القطاع الجنوبي بسفح شرقيه ومن القطاع الشمالي بالاقاليم الجنوبيه، بينما ستكون ضعيفه عموما بباقي جهات المملكه. بالنسبه لدرجات الحراره خلال الليل غادي تتراوح ما بين 15-20 درجة بالمرتفعات وما بين 17-22 درجة بالقرب من سواحل وما بين 25-30 درجة بسفوح الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار غادي تكون ما بين 40-46 درجة بسفوح الجنوبية وما بين 32-38 درجة بمنطقة الحوزة. بهذا كنختموا معكم نشرة جوية، كنشكروا لكم طيب المتابعة. نهاية أسبوع موفقة في أمان الله.